بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكلام بيكون عن location. فتحت صفحة جوجل علشان الكلام عن الورقات والمكان بتاع وجودي على أو وجود الصفحة ديت على السيرفرات بره. فأنا فتح صفحة جوجل وهفتح الانسبكتور وأفتح الكونسول وجاهز إني أكتب. في الأول كده أنا أكتب window.location. أول أمر بيكون عبارة عن href وده كان خاص بعرض الريفرنس، يعني ايه اللي بيكون موجود في شريط العنوان دلوقتي، تمام؟ اللي هو الرابط بتاعك، تمام كده؟ ذات ويندو دوت ريفرنس. الجانب الثاني بيكون ويندو دوت لوكيشن دوت. لو انا كنت عايز اعرف فين بالظبط الهوست نيم، الهوست نيم بيكون عند جوجل، الشركه اللي او اليور ال ذات يعني تبع مين بالظبط، تمام؟ النيم. الامر الثاني بيكون عباره عن البروتوكول اللي انت مستخدمه في البراوزنج، وده بيكون HTTP لان ده سكيور. HTTP لو انت كنت في موقع تاني ممكن تلاقي HTTPS، ان في جوجل مثلا بتلاقي HTTPS، لو انت في موقع تاني سكيور بتلاقي HTTP بس، وغيرها زي ما بيكون في بروتوكول بتلاقي في بورت. البورت في الغالب في المودرن براوزرز بيشتغل على، لو HTTP بيكون 80، HTTPS بيكون 443، وغيرها من الامور. دول كده زي ايه الفاندمنتالز او الامور المور كومون، الميثودز المور كومون، البروبرتيز ابسولوت. المور كومون لما نيجي نتكلم عن اللوكيشن تحت الفوق. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.